مرحبا، جولة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار التريندي من كل المنصات بلشت بلوغ إن. ليتس لوغ إن بالبداية على تويتر. خبرنا الأول رح يكون من السعودية وتحديداً من الربع الخالي، واحد من أكبر المساحات الصحراوية وهو جزء من الصحراء العربية المصنفة رابع أكبر صحراء بالعالم. هالمنطقة الشاسعة شهدت أكثر من مرة وعلى مدى سنوات طويلة حالات ضياع لأشخاص بيضطروا لاجتيازها بسياراتهم لما بيتنقلوا من مكان لمكان، ولكن البعض منهم بيتم العثور عليه لما يضيع هناك، وللأسف بتفشل محاولات إيجاد البعض الآخر بالوقت الصحيح. مقيم سوداني بالسعودية كان من بين الأشخاص المحظوظين اللي نجح فريق تطوعي مختص بالبحث عن المفقودين بهي المنطقة الصحراوية بالعثور عليه بعد ما ضل حوالي 48 ساعة مقطوع بهي المنطقة نتيجة تعطل سيارته المفاجئ بدون ما يكون مستعد بكميات تكفيه من الطعام والشراب خلال هي الساعات الطويلة. اللافت بالفيديو غير حالة الإنقاذ هو الفرحة الغامرة والمؤثرة يمكن اللي طغت على هذا الشخص احتفالا بإنقاذه بعد ما كان معتقد أن الموضوع ميؤوس منه وأيام حياته صاروا معدودين. مرحب 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 الله يسلمك. يا سلام الله كيف حالك؟ طيب الحمد لله. مرحبا الله، مرحبا بالفزعة. الحمد لله الحمد لله بالفزعة الحمد لله. مرحبا بالفزعة مرحبا بالفزعة والله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بالفزعة والله. مرحبا 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 بالفزعة. مرحبا بالفزعة. الله يستر عليكم إن شاء الله. الله يستر عليكم. الله يستر عليكم. من هالخبر رايحين لخبرنا الثاني المخصص لمحبي الدراما والمسلسلات. خبرنا الثاني راح يكون من نتفليكس، المنصة العالمية الأشهر للأفلام والمسلسلات اللي بدأت بالسنوات الماضية شوي شوي تسحب البساط من تحت التلفزيون. وبعد تصدر طويل لهوليوود والدراما الأمريكية، ساعدت نتفليكس بالسنوات الماضية العديد من الإنتاجات الدرامية الأوروبية والكورية حتى بالدخول لدائرة الضوء، وتحديدا لما عم نحكي عن الدراما الكورية الجنوبية أكيد ما فينا ننسى النجاح اللافت يلي حققه سكويد جيم من أشهر قليلة أو حتى أسابيع قليلة بإعلان نتفليكس رسميا بأنه صار المسلسل الأصلي الأكثر متابعة بتاريخه. هالمرة عمل جديد عم يزيح سكويد جيم من الصدارة بعد 46 يوم من احتلاله لهذا المكان ومشاهدة 142 مليون حساب له لسكويد جيم. ولكن هذا العمل الجديد يلي عم يتصدر كمان هو انتصار ثاني للدراما الكورية الجنوبية، والعمل بيحمل اسم هيل باوند يلي صار من 20 هذا الشهر هو العمل الأعلى المتابعة بتاريخ نتفليكس، بحيث تصدر معدلات المشاهدة بأكثر من 80 دولة حول العالم خلال ال 24 ساعة الأولى من عرضه لأول مرة على المنصة. العمل بيحكي عن مجموعة من الشياطين يلي بتظهر فجأة بعالم البشر لتقوم بإرسال أصحاب الخطايا منهم للجحيم، الأمر يلي بيسبب كتير من المشاكل والنزاعات الدينية. قصة مختلفة عن سكويد جيم، ولكن يبدو أنه النجاح مشابه ويمكن كمان أكبر منه. يعني الأشخاص يلي خلصوا سكويد جيم بيوم واحد أنا منهم، يعني بظن هيل باوند إذا حطيتوه على الليستة فبيخلص معكم أكيد بيوم لأنه هو عدد حلقاته أقل. سكويد جيم كانوا 8 أو 9 حتى، هيل باوند 6 حلقات فقط، وبهالست حلقات يبدو كمان عم تكون عنصر مساعد لأنه الناس تحضر بشكل سريع وفعلا ينجذبوا لهذا العمل. يلي بظن يلي بيحبوا هذا النوع من المسلسلات يمكن كان كده الوقت هوليوود هي المختصة بهي النوع من الدراما إذا فينا نقول، ولكن يبدو أنه فعلا كوريا الجنوبية عم تطحش شوي شوي. خبرنا الأخير بحلقة اليوم كملين فيه لحتى نشوف عن شو رح نحكي بنهاية حلقتنا. من كوريا الجنوبية رح نروح على الصين،
يلي عالم الانترنت فيها يعتبر عالم مقيد لحد كبير وفي رقابة تعتبر الأكبر والأقوى عالميا على أي محتوى بيتم نشره هناك. تعتبر الصين كمان واحدة من الدول غير المرحبة بثقافة الانفلونسرز ومشاهير السوشيال ميديا لأنها وبحسب تصريحات مسؤولين صينيين بتضر بنظام المجتمع الاشتراكي الصيني وبتعمل مشاكل وتفرقة بين طبقات المجتمع. بهالسياق أصدرت الصين امبارح قانون بيمنع بموجبه المشاهير السوشيال ميديا أو المقيمين على الأراضي الصينية بتمنعهم من التباهي بثروتهم بوسائل التواصل الاجتماعي وأنه يأرجوا أي شيء فانسي أو أي شيء من شكل حياتهم الفاخر قدام الناس. كما بيحظر القانون الجديد على المشاهير نشر شائعات أو نشر معلومات كاذبة أو حتى معلومات خاصة عن حياتهم واستفزاز الناس أو تشجيع الناس على المشاركة بجمع تبرعات غير قانوني لأي قضية أو أي جهة كانت. الموضوع ما بيوقف هون، فمن أيام قليلة كمان الصين أعلنت عن منع الجهات والشركات العاملة بالسمسرة منعتهم من الاستعانة بخدمات الانفلونسرز ومشاهير السوشيال ميديا للترويج وجذب عملاء جدادا. وبحسب الجهات الصينية المسؤولة عن هذا الموضوع فقطاع السمسرة لازم يحافظ على موضوعيته ومهنيته وشكله الجدي بعيدا عن الاندماج بقوالب إعلانات الانترنت والعبارات الدعائية الرنانة والشكل غير اللائق والمناسب الموجود عند أغلب مشاهير السوشيال ميديا على حد تعبير المسؤولين الصينيين. وختام الحلقة اليوم راح يكون بمشهد من فرنسا وتحديدا من دوري الفرنسي لكرة القدم وواحدة من المباريات اللي توقفت وألغيت بشكل كامل بعد إصابة أحد اللاعبين بأرض الملعب مباشرة بعبوة مي زدت عليه أحد الأشخاص المشجعين، إجت يعني بمنتصف الجبهة مثل ما بيقولوا، وعلى إثرها تم إلغاء المباراة بأكملها. راح أترككم مع هذا المشهد وبرجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت. من هون لبكرة ضلوا بألف خير. Let's log out. سلام. Thank you.